عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 7 آذار 2024. صحيفة النهار: النهار تتسلم في دبي لينكس أرقى الجوائز الإبداعية. لبنان إلى السادس أسير ربط الساحات والأزمات. هدنة غزة في طريق مسدود وصاروخ حوثي أوقع قتلى على سفينة. صحيفة نداء الوطن: المطارنة الموارنة يرفضون الحرب التي نأى عنها جميع العرب. آلية هوكشتاين: الأولوية لوقف النار بأي ثمن. مبادرة الاعتدال في مرمى بري: الخماسية تتبناها والحزب يتشدد. صحيفة الجمهورية: الحل الجنوبي إنضاجه لم يكتمل. المطارنة الموارنة: أبعد الحرب عنا. رهان أمريكي غير مضمون. صحيفة اللواء: لبنان ينتظر ما سمعه هوكشتاين في إسرائيل حول التهدئة. مواجهة بالبيانات بين مجلس المطارنة والمجلس الشيعي ووفد حزب الله إلى الرابي. ضغط أمريكي دولي لقرار بوقف النار يمنع انهيار مفاوضات القاهرة. صحيفة الأخبار: مفاوضات القاهرة لا بوادر انفراج. أوروبا تعمم التهويل الإسرائيلي. 15 آذار آخر مهلة للمسعى الدبلوماسي. صحيفة الديار: الرئاسة على الرف وحراك الاعتدال بين دعم المطارنة ورفض 8 آذار. هوكشتاين قرر المطالبة بانضمام واشنطن إلى ثلاثية الناقورة. المقاومة تهاجم جويا وأرضيا، وحماس اتفاق وقف النار يشمل لبنان. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com. إلى اللقاء.